تواصل البعثة الطبية بمكة المكرمة والمدينة المنورة عملها لاستقبال ضيوف الرحمن، حيث أشارت إلى أنها قدمت الخدمات العلاجية والدوائية لقرابة 4000 حاج حتى الآن. في الوقت الذي تشهد فيه مكة المكرمة إقبال غير عادي من قبل ضيوف الرحمن لأداء الفريضة، تعمل عيادات البعثة الطبية المصرية كافة وعلى مدار الساعة لتقديم الخدمات التشخيصية والدوائية والوقائية لهم بشكل ميسر لتهيئة الأجواء الروحانية لهم خلال أدائهم المناسك. نيجي هنا احنا عندنا خدمات الكشف، عندنا في العيادة قياس الضغط، قياس السكر، أكسجين، نيبولايزر، جلسات النيبولايزر، أدوية متوفرة الحمد لله كل في كافة التخصصات، عندنا عيادات تخصصية في أوقات معينة، الحالة اللي احنا بتحتاجها تدخل أكبر أو استشارة أكتر بنحولها بالتنسيق مع غرفة الطوارئ ومع السيد رئيس البعثة دكتور محمد حساني، بنحولها لأقرب مستشفى فيها التخصص اللي موجود وفي الزملاء بيتابعوا. بعد كده لو احنا حولنا حالة أو هتتحجز في المستشفى، المرور على المستشفيات، فريق المرور على المستشفيات بيتابع الحالة دي. لحد ما كل الأدوية متوفرة، احنا عاملين حسابنا من الداتابيز اللي موجودة والكشف الطبي اللي توقع على الحجاج، توقعنا الأدوية المطلوبة ايه والمرضى اللي موجودين معنا ايه، وبناء عليه تم تحضير لستة الأدوية، والأدوية لحد ما كلها متوفرة، بالإضافة اللي احنا وفرنا برضو خدمات رسم قلب في العيادات عندنا لمرضى القلب. كما وفرت البعثة الطبية المصرية غرفة طوارئ مزودة بخطوط ساخنة لتلقي بلاغات الحالات المرضية على مدار الساعة وتحويل الحالات التي في حاجة ملحة للعلاج إلى المستشفيات بالتنسيق مع السلطات السعودية. احنا بنشتغل بنطلع بيانات، البيان بتاع الوزارة إن شاء الله بنشتغل عليه مدار اليوم كله، بنتابع الحالات اللي اتحجزت واللي خرجت واللي دخلت حجز داخلي أو رعاية أو تم إجراء جراحة معاها لإصدار البيان في نهاية اليوم. وفي خطوط ساخنة الوزارة نشرها للمواطنين أثناء التعمر والحج على الموبايلات للتواصل معنا على مدار الساعة، إحنا بنشوفها أقرب مستشفى ليه أو لو عيادة محتاج يكشف بنوجهه لأقرب عيادة للفندق اللي مقيم فيه أو اللي بجواره للتقييم مع الدكتور اللي موجود في العيادة والكشف وصرف العلاج اللازم. ضيوف الرحمن أثنوا على عمل البعثة الطبية المصرية لما تقدمه من خدمات علاجية ووقائية بمقر إقامتهم. انا بطوف وكده، فكان رجلي ركبي كانت بتوجعني، فبصراحه جيت وشفت فادوني ادويه، ولما خلصت جيت وادوني ادويه تاني برضه. جيت هنا كشفت وكشفوا عليا كويس قوي وادوني العلاج. عظم رجلي وجعني شويه يعني، فجيت له فاداني مسكن وبسط عضلات وبارك الله فيه، يعني فكره فوق الممتازه اللي انتوا عاملينها واضافه غير عاديه. دلوقتي والله انا جايه تعبانه جدا جدا، ما شاء الله الدكتور كشف عليا واداني علاج. مع زياده اقبال ضيوف الرحمن على الاراضي المقدسه تزداد معها درجه الاستعداد القصوى من قبل البعثه الطبيه المصريه لتوفير الخدمات التشخيصيه والعلاجيه والوقائيه، رافعين شعار خدمه الحجيج شرف لنا. محمد حلمي، التلفزيون المصري.